رقية في الغابة. رقية أمورة هتحكي لكم حكايات جميلة من الغابة الواسعة بحيواناتها الكتيرة. في الغابة تحلى الحكايات. في الغابة تحلى الحكايات. رقية راحت للأسود عشان تتعرف عليهم. يلا نشوف الأسود ونتعرف على حياتهم في الغابة. يلا بينا. يلا بينا. الأسد، الأسد من الثدييات. أيوة طبعا، من فصيلة القطط. صح تمام. الذكر بنسميه الأسد، والأنثى بنسميها اللبؤة، والأطفال بنسميهم الأشبال. تمام. طيب الأسد بيعيش فين؟ في الغابة طبعا، يعني حياة الحرية بالنسبة له هي الغابة. طيب هو بيعيش في صحاري أفريقيا وغابات آسيا في الهند. تمام. وأحيانا بيعيش في المحميات. المحميات دي أماكن إحنا بنعملها له عشان يعيش في مكان محفوظ محدش يقتله، دي اسمها المحميات. الصغار بتيجي بنرضعهم بنعالجهم بنديهم أدوية، وفي الغالب بيعيش في حدائق الحيوانات، بيبقى محطوط في قفص. تمام. بيعيش في آسيا وأفريقيا. وزن الذكر قد يصل ل 250 كيلو. بيعيش في الغابة عمره بقى الأسد بيعيش كام سنة في الغابة؟ بيعيش كام سنة في الغابة؟ ممكن يعيش من 10 ل 14 سنة. ليه بقى؟ لأنه ساعات بيتخانق وساعات بيتعور وساعات بيتعرض لمخاطر. إنما في حديقة الحيوان بيعيش أكتر من 20 سنة، لأنه بيبقى قاعد في مكان محفوظ ما بيتجرحش ما بيتعرضش لأي مخاطر. تمام؟ طيب الأسد بياكل إيه؟ بياكل لحم طبعا، ياكل لحمة ما فيهاش كلام دي. طيب هو في الغابة بيصطاد. ماشي. وبعدين بعد ما يصطاد ياكل ويتبسط، خدالي بالك. قال في القفص بقى في جنينة الحيوانات بتجيله اللحمة لغاية عنده. طبعا ده بالك الغابة، تجيله اللحمة لغاية عنده في القفص. تمام. طيب موضوع الأسود بتعيش ازاي؟ بتعيش في مجموعات، مجموعات متكونة من الأسود الإناث، الإناث والأشبال اللي هم الأطفال الصغيرين. تمام. جميل. وعدد قليل من الذكور البالغين، واحد أو اتنين يعني ذكر، خديني بالك، ومعاه الإناث بتاعته ومعاه الأطفال بتوعه اللي إيه الصغيرين، الأطفال الصغيرين. أي حد يحاول يخش المكان بتاعه يهجم عليه ويحاربه، يقول له ده مكاني مالكش دعوة بيه. تمام. طب الصيد بقى، مسألة الصيد، عملية الصيد دي بيعملوها ازاي؟ في الغالب الإناث عشان هي خفيفة هي اللي بتقوم بالصيد. تمام. هي اللي بتعمل عملية الصيد. أحيانا بيكون الفريسة كبيرة زي ما تكون زرافة مثلا أو جاموس كبير، فالذكور تشترك، الذكور تشترك في الايه، في عمليه الصيد، وتهجم علشان ايه، توقع الفريسه. تمام. في الغالب اول ما الفريسه بتقع بيقعدوا ياكلوا في الايه، في الفريسه ديت لغايه ما يخلصوها. وطبعا بيشترك الاطفال وبيشترك الايه الاناث لغايه ما ايه، ما يشبعوا. تمام. طيب الأنثى بقى بتحمل في الصغار عندما تصل الأربع سنين. يعني إمتى الأنثى؟ الأنثى بتبتدي تحمل في الصغار لما يكون عندهم إيه؟ لما تبقى هي عندها أربع سنين تبتدي إيه؟ تحمل في الصغار. وبتحمل في الصغار دول قد إيه بقى؟ بتفضل حامل في الصغار الصغيرين دول حوالي 110 يوم. 110 يوم بتفضل حامل في الإيه؟ في الصغار دول 110 يوم. والصغار دول بيتولدوا عميان، بيتولد الصغير ده أعمى مش شايف حاجة. بعد كده بيتحرك ويفتح عينيه بعد أسبوع، بيتولد عنده حوالي 2 كيلو. بتتحرك الصغار من مكانها هي الأنثى بقى بتحرك الصغار دي من مكان لمكان، تقعد تاخد الصغير في بقها وتحركه من مكان لمكان من مكان لمكان، خايفة لا إيه لحد إيه يشم ريحته ويحفظ الريحة بتاعته ويحفظ المكان ويروح إيه يقتله ياخده، فهي بتخاف عليه. ماشي. بيبتدي الصغار في الزحف بعد يومين، بعد يومين يبتدوا ايه يزحفوا، وبعد 3 اسابيع يبتدوا يتحركوا. تمام. يبوظ يا امه.
والانثى بقى، الانثى بتاخدهم وترجع تاني للمكان اللي فيه الاسود بعد 6 اسابيع، لما تطمن بقى ان هم قويوا وجمدوا وبقوا تمام، تقوم تاخدهم وترجعهم لمكان ما هم عايشين. تمام. الصغيرين بقى بيلعبوا، لعبهم ازاي بيلعبوا ازاي؟ بيلعب مع ابوه، يقول له يا بابا عاوز العب. ماشي. يلعب مع ابوه، خلي بالك، ممكن يشد جنبه. ماشي. ممكن يقعد يلعب معاه. تمام. فابوه يا اسد، محدش قدي، بيحب يتدلع على ابوه، بس احيانا لما بيغلط ابوه بيملص ودانه على طول. تمام. طيب امه بقى، امه نبع الحنان، امه بت بت ايه بتاخده في حضنها، ماشي، بتطقطق عليه، بتحسه. عملية اللحس دي او اللعق ديت في الحيوانات مشهورة جدا. دي عملية ايه؟ عملية ايه؟ ربط الايه الصغير بامه، بتلعقه كده، بتنظفه من ناحية وبتربطه بيها من ناحية. عملية الايه؟ اللحس دي، لما ايه بتلحس او بتلعق ابنها، هي بتربطه بيها، بتحسسه بحنانها، ومع ذلك برضو بتنظفه. فهو دي بعض المشاهد اللي بتبين قد ايه هم الاسود دي عندهم حنان الامومه جامد جدا. الام وقاعد يلعب مع امه، بيركب على ظهرها، بيلعب معاها، بتبوسه، بتحضنه، بتلعقه. مع بعض بقى اللعب ما بين الاطفال وبعضهم او الاشبال وبعضهم، ده منه لعب ومنه تعليم، واخد بالك؟ هو ده زي ما تقولي مشهد بيبين ده ده انا الكبير وانت صغير، خلي بالك، خلي بالك، دايما اعلمك. ايه رايك اعلمك البوكس؟ خد اتفرج يلا، انا بقول لك اسمع كلامي، انا بقول لك خلي بالك. وده برضه يقول له يلا هيص انا معاك اهو، بيقول لك تعالى بص انا شايف اللي انا شايفه، خلي بالك. وده بيعمل شقلباظ. فايه اللعب في الاطفال في الاشبال هو لعب وفي نفس الوقت تعليم.